أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مرابحة البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. بداية مع العناوين: مجموعة البركة المصرفية تحقق أرباحا صافية بمقدار 212 مليون دولار خلال 2011، والتمويل العقاري والإسكاني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية موضوع لندوة متخصصة في الرياض، ودعوات لتفعيل دور المراجع الشرعية الخارجية في المؤسسات المالية الإسلامية وعدم الاكتفاء بالمراجعة الداخلية. أهلا بكم. أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن تحقيق أرباح صافية بمقدار 212 مليون دولار خلال 2011 بزيادة قدرها 10% عن أرباح 2010. وحققت بنود الميزانية العامة معدلات نمو معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4%، والودائع متضمنة حقوق حاملي الحسابات الاستثمار بنسبة 8% بنهاية ديسمبر 2011 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2010. وتبين الحسابات المالية للمجموعة للعام 2011 أن مجموع الأرباح التشغيلية بلغ 741 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% عن مستوى 2010، وذلك بعد حسم كافة المصاريف التشغيلية. وبلغ صافي الدخل التشغيلي 344 مليون دولار في 2011 بارتفاع نسبته 9% عن صافي الدخل التشغيلي خلال 2010. عقدت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري ندوة متخصصة في التمويل العقاري والإسكاني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعنوان التمويل العقاري بين الاستثمار والادخار. وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع التمويل العقاري والإسكاني الذين قدموا توصيفا شاملا للحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقدم السيد عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عرضا متكاملا حول أحدث المنتجات التمويلية التي ابتكرتها الشركة أمام عملائها من قطاعي الأفراد والشركات الراغبين بامتلاك وحدات سكنية وعقارية ضمن شروط ميسرة وآلية مرنة ومزايا تنافسية تستند إلى مفهوم التمويل الاستثماري. مشاهدينا، وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض السيد عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية. سيد عبد الله، بداية نرحب بك في سي ام بي سي عربية. هل من الممكن ان تعطينا فكرة عن طبيعة الموضوعات وما تم بحثه خلال هذه الندوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اتقدم بشكري لمحطة سي ام بي سي العربية لهذه الاستضافة الكريمة. الحقيقة الندوة التي تمت يوم الأحد الماضي كانت امتداد لعدد من الندوات التي قدمتها شركة أملاك العالمية بما يتواكب مع تطوير علاقاتها وشراكاتها ومنتجاتها في سوق التمويل العقاري والاستثماري السعودي. وكانت هذه هي الندوة الرابعة، وكانت هناك مشاركة دائمة من هيئتنا الشرعية الموقرة، وكذلك في هذه المرة كان هناك مشاركة من قبل مطورين عقاريين شركاء لنا في عدد من الاستثمارات التي دخلنا فيها في التمويل العقاري الإسكاني. تتركز هذه الندوة في ما يخص طرح عدد من المنتجات للأفراد وللمطورين العقاريين، أهمها التمويل الميسر للأفراد وتمويل الاستصناع للشركات في التطوير العقاري، بالإضافة إلى تطوير عدد من الخدمات الاستثمارية التي نقوم بها مع مطورينا العقاريين. نعم سيد عبد الله، يعني من الملاحظ يعني هناك المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطة إنفاقية طموحة وكبيرة جدا، وتعنى هذه الخطة بشكل كبير منها في قطاع الإسكان في القطاع العقاري. ما هو واقع التمويل العقاري الإسلامي في هذه المرحلة؟ ما هو مستقبل هذا التمويل في ظل الخطة الكبيرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؟ لا شك أن بدأ يعني القرارات والاتجاهات السياسية المالية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية
تتواكب مع طموحات وأهمية هذا القطاع العقاري وبالذات القطاع العقاري الإسكاني، تتمثل في صندوق التنمية العقاري وزيادة حصته في السوق من ناحية زيادة رأس ماله وقيمة القرض، وكذلك ما تم تخصيصه لوزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية للمواطنين، ولأول مرة يتم تخصيص مبلغ مقدما يوضع تحت حساب وزارة الإسكان، وهذا يعد تحدي قوي للوزارة وصندوق التنمية العقاري. قطاع التمويل العقاري الإسكاني، وهذا ما أود أن أسلط الضوء عليه، لم يحظى باهتمام من قطاعات التمويل أو قطاعات المطورين العقاريين، وذلك لوجود فجوة عميقة ومتراكمة خلال السنوات الماضية ما بين ما هو مطروح ومعروض من وحدات سكنية تتواكب مع طموحات والطلبات القائمة على الوحدات السكنية، وهذه الفجوة زاد تراكمها في السنوات الأخيرة خاصة مع ارتفاع دخولات الأفراد، نعم، وكذلك مع دخول إيرادات المملكة العربية السعودية، نعم. فهناك تسليط ضوء قوي وكبير، ولكن يجب أن تتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المسؤولة، نعم، عن هذا القطاع والجهات. سيد عبد الله، هذه الفجوة التي أشرتم إليها لا تتعلق فقط بالمملكة العربية السعودية، ولكن هناك العديد من دول المنطقة تعاني من هذا الأمر. مثلا هناك شح في عدد الوحدات العقارية الإسكانية، كيف لنا أن نضيق هذه الفجوة؟ كيف لنا أن نطرح خيارات بديلة؟ يعني أشرتم قبل قليل إلى التمويل الميسر الأفراد، أشرتم إلى الاستصناع، هل المنتجات التمويلية هذه كافية لسد الحاجة الفعلية للسوق؟ أعتقد قبل أي شيء، وهذا ما بدأنا فيه في أملاك العالمية، هو تقريب وجهات النظر والدخول في شراكات مع جميع الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع العقاري الهام. فعدم وجود شراكات قد يزيد من هذه الفجوة ويصعب لغة التفاهم والحوار بالوصول إلى حلول مشتركة. فعندما بدأنا بالعمل مع قطاع المطورين العقاريين، استطعنا أن نترجم منتجاتهم بما موجود لدينا من طلبات حقيقية من مواطنين ومقيمين يحتاجون إلى وحدات سكنية، فبالتالي استطعنا الوصول إلى حل مشترك وتضييق هذه الفجوة من خلال طرح وحدات سكنية مناسبة للطلب القائم الحالي، سواء من ناحية الدخل أو الجودة أو توفرها في أماكن مناسبة. كل هذه الأشياء مدى ما توفرت وزادت كلما ساعدت على هذه الحلول، ولكن نحن نتكلم عن خطوات عملاقة مطلوبة في هذا المجال، ولا زلنا في أول الخطوات. يعني بالتأكيد أشرتم إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بعدم وجود شركات يعني كبيرة، وأشرتم إلى ضرورة تقريب وجهات النظر. نسأل هنا عن هذه التحديات، هل يعني قدم القطاع حلول من أجل أن تصل الوحدة السكنية إلى الشخص الذي يستحقها فعلا؟ ولاحظنا هناك مثلا السوق مغرق بالكثير من الوحدات العقارية لكنها تجارية وليس سكنية. كما تفضلت، وهذا كلام سليم، وهذا ما عانينا منه خلال السنوات الماضية، كان هناك اتجاه واهتمام أكثر بالقطاع العقاري التجاري من خلال المراكز التجارية أو مكاتب للإيجار للشركات، وبالتالي هذا زود الفجوة. يجب أن يكون هناك تركيز لقطاع الإسكاني. إذا لم يكن هناك تركيز من قبل المطورين العقاريين واهتمام وتطوير له، لن نصل إلى هذا الشيء. الشيء الآخر، عندما نتكلم عن قطاع الإسكان، يجب أن تتوفر فيه نوع من المغريات، سواء كان للقطاع الخاص أو للمواطن في 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 في, في أخذه. الوحدات السكنية اللي مطلوبة، اختلف السلوك المواطن في احتياجاته للوحدات السكنية. ما كان مطلوب في السابق
أصبح من المستحيل تحقيقه، فاختلف السلوك، وهذا السلوك الحقيقة سلوك مرشد اقتصاديا ومساعد للمطورين العقاريين بطرح منتجات تتناسب من ناحية الاقتصادية والعملية للمواطن المحلي. أين الجهات التنظيمية من هذا الأمر؟ هل يعني القطاع بحاجة إلى المزيد من التشريعات، من الأنظمة، من القوانين التي تحكم هذه السوق؟ لا أحد يشك في أن وجود التنظيمات والأنظمة ستدعم وتقنن وتنظم هذا القطاع الهام، وأهم فائدة هو تقلل فيه درجة المخاطر التي تنعكس في الأخير على التكلفة التي قد يتحملها المطور أو الممول أو الفرد. عدم وجود هذه التنظيمات الحقيقة أدت إلى نوع من الفوضى ونوع من الارتفاع في المخاطر. كثر الحديث في خلال السنوات الماضية عن التنظيمات والقوانين، ولكن نحن كقطاع خاص مسؤولون عن تنظيم هذا السوق ووضع آلية له للعمل من جميع الشركاء المطورين العقاريين أو الممولين. فعدم وجود التنظيمات القائمة ووقوفنا بموقف المتفرج سيزيد المشكلة على ما هي قائمة. فبالتالي يجب أن نعمل مع بعض ونضع نحن شبه تنظيمات غير رسمية لهذا القطاع حتى ننتظر التنظيمات الرسمية القانونية التي تقنن هذا النظام. ونتمنى كما نذكره في كل مرة يثار فيها مثل هذا السؤال أن نرى التنظيمات والقوانين محل التنفيذ بأقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. السيد عبد الله الهويش، العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال برنامج مرابحة.